الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فسلم عليه فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضوئه رد عليه وصافحه. إيه يا أسرار العبادة، حتى الوضوء له أسرار، حتى الوضوء فيه سر. أذهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد السلام على صاحبه. تعالوا نتعرف على مزيد من الأخبار والأسرار في الوضوء وأسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة، ومع الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. وأريد في هذه الحلقة أن أدلكم على المطافي. حافظ نمرة المطافي؟ عارف تعرف تستدعي المطافي؟ اللهم احفظنا وعافنا يا رب، اللهم إنا نعوذ بك من الحريق يا رب، اللهم إنا نعوذ بك من التردي والهدم والحرق والغرق، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم احفظ أموال المسلمين وبيوت المسلمين. لكن في الحقيقة يعني حين تجد الناس يهتمون جدا بالسلامة والصحة المهنية وشروط السلامة والأمان، ده شيء عظيم. حين تمنع من رخصة القيادة حتى تستوفي وجود طفاية الحريق في السيارة، ده شيء جميل. ولكن ماذا عن حريق القلوب؟ حين تحترق القلوب، في قلوب بتولع، في قلوب بتحترق. وعايز ادلكم على الدواء بتاع الحريق وحكاية الحريق والدواء من الحريق ايه. ولكن تعالوا نستهل الحلقة بان احنا نسأل الناس. عمرك حسيت ان قلبك محروق؟ عمرك جربت ان قلبك يتحرق؟ من ايه وليه؟ تعالوا نشوف الناس هتقول ايه. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. عمرك حسيت إن قلبك بيتحرق؟ لا ما ظنش. حرق يعني؟ قلبك بيتحرق؟ عمرك حسيت إن قلبك بيتحرق؟ لا طبعا. امتى؟
يعني يعني الواحد في اوضاع كتير الواحد بيمر بها في اليوم بقى. ف عمرك حسيت ان قلبك بيتحرق؟ ايوه. امتى؟ يعني بشوف طفل صغار بيعيط حاجات زي كده يعني. لا الحمد لله. لا. امتى؟ لما خسرت واحد صاحبي. يا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. أرأيتم إلى كلام الناس وما الذي يحرق القلوب؟ في الحقيقة أن هناك هم كبير يغفل عنه الناس، وهو أن يكون القلب متصلا بالله جل جلاله. إن احتراق القلوب بالذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. عارف لما تبص الواحدة ست ماشية عريانة أو مش عريانة، لما تبص الواحدة مش حلالك، عارف إيه اللي بيحصل؟ بيتحدف على قلبك مولوتوف، بيتلسع. عارف لما تنوي تاخد قرش حرام بيحصل ايه؟ الشيطان بيحط في قلبك عود كبريت. عارف لما تنوي تعق والديك علشان خاطر ترضي مراتك وولادك، ايه اللي بيحصل؟ بيتلف شريط ديناميت على قلبك. عارف لما تخطط لأذى مسلم، ايه اللي بيحصل؟ قلبك بيدلي عليه جاز ويولع، يهب، يشيط، يتحرق. وإطفاؤه وغسله في هذا المحراب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يبعث مناد إذا حضرت كل صلاة فيقول: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها على أنفسكم. فيقومون ويتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما. وكذلك في كل صلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا جاءت صلاة الفجر غسلتها. شفت اللي بيحصل طول الليل ده؟ حريقة، قلبك بيولع نار. بعد كل النار دي تسمع أذان الفجر وتنام، هتنام والع، هتنام وقلبك شايط. طفي قلبك قبل ما تنام. شفت كل المشاحنات اللي في الشغل دي والضغائن وإفساد ذات البين، قلبك قايد نار. يبدأ عليك الظهر تقول أخلص المصلحة دي والعمل عبادة، ربنا يتوب عليك من العبادة دي، ربنا يكفرك يا أخي من العبادة دي. عبادة المال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد المال، تعس عبد المرأة، تعس عبد القميصة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شك فلن تقش. العبد ده مش عبد ربنا، عبد الفلوس. عبد ربنا يسيب الدنيا كلها ويفر للصلاة. روح صلي عشان ربنا يطفي قلبك. تحترقون تحترقون، فإذا جاءت الصلاة غسلتها. إن الشواغل التي تشغل عن الصلاة كلها تعطل منافع العبد. يا رب ارزقنا اليقين وفهم الحتة دي. يا رب احنا مش عارفين نرزق اليقين. يا رب اليقين بإيدك واحنا مش عارفين نوقن. ارزقنا اليقين وفهمنا اليقين يا رب. كل حاجة في الدنيا بتمنع من الصلاة بتعطل الرزق والمنفعة. اللي ما بتصليش عشان ما تغسلش المكياج وتتوضى، هي حاطة مكياج عشان تتجوز،
أو عشان تقضى لها المصالح وتفتح لها الأبواب أينما صارت، أبشري مسدودة، أبشري كل حوائجك مش هتقضى إلا بالصمت. صلي عشان ربنا يفرج عنك، صلي عشان ربنا يقضي لك حاجتك، صلي عشان ربنا يكبر بخاطرك. كل الأرزاق في الصلاة. قال ابن القيم كلمة، قال: وإن الله سبحانه قد خلق هذا النوع الإنساني لنفسه. عارفين اللي ما بيعرفش يأخر صلاة ده؟ تعرف حد ما بيأخرش صلاة؟ تعرف حد أول ما يسمع الأذان يصلي؟ تعرف حد بيقفل عشان يصلي؟ تعرف حد بتسمع خطواته في الشارع قبل ما تسمع الأذان؟ تعرف حد بكده؟ عارفين ابن القيم بيقول في أسرار الصلاة إيه عن الإنسان ده؟ بيقول: وإن الله سبحانه خلق هذا النوع الإنسانية لنفسه. الناس دي مخلوقة لربنا، واختصه له، وخلق كل شيء له ومن أجله، كما في الأثر الإلهي: ابن آدم يا ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تنشغل بما خلقتك له بما خلقته لك عما خلقتك له. يا ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وخلقت كل شيء لك فلا تتعب. ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. يا لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وعيش هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح وتهدي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.